العطلة المسبقة لا تعني بأن تتوجه إلى نعم هذا الشيء وأن تتوجه إلى بارك الله فيك. هذا شيء مهم أنه السلطات العليا اتخذت إجراءات من للحد من انتشار هذا المرض. لكن يجيوا الناس ويقول لك الكورونا ما كانش منه والكورونا ما كانش في الجزائر والكورونا ما يقتلش، فهذا يعني هو الكذب بعينه، وهذا من الناس يعتبر من التدليس، لأنه الحقيقة واضحة أنه المرض أصاب جميع دول العالم، وفي الجزائر واحد ما يقدر يقول بلي ما ناش رايحين ماشيين للمرحلة الخطيرة لو ما نتخذش الإجراءات حاليا، خصوصا المواطنين. ما هي هذه الإجراءات؟ المواطنين لازم يعيوا جيدا الوقاية، وكنا تكلمنا عليها من قبل، الوقاية ثم الوقاية. أولا وقبل كل شيء لي جيست سامبل لي فاسيل اللي هضرنا عليهم، عدم كيما لازم نغسل اليدين، لازم تجنب الاتصال بالمريض، وإذا كان عندنا أعراض نروح نشوف الطبيب، عندما نتكلم مع إنسان لازم نخلي مسافة بيني وبينه على الأقل متر، وهذه كلها الأشياء هذه تخفف من المرض، تخفف من انتشار. طيب هذه الإجراءات يعرفها المجتمع الجزائري اليوم، بس لا مش يطبقها. نعم هذا هو المشكل. واليوم أصبح الخطر أكبر، نتكلم عن 3 وفيات، عن 37 حالة إصابة، هل يجب الآن اتخاذ قرارات أكبر وأكثر من المتخذة حاليا؟ هنالك دول منعت صلاة الجماعة الصلوات الخمس، منها الكويت مثلا، هنالك دول تحظر خروج المواطنين والتجمعات، وهذا ما دعا إليه الوزير الأول ووزارة الداخلية. هل يجب أن تطبق هذه القرارات اليوم في الجزائر؟ أنا أظن في الحالة في الوقت الحالي أحسن شيء هي الوقاية، والوقاية هي منع الاتصال بين المريض وغير المريض، وما نقدروش نكسر هذا السلسلة إلا إذا أخذنا إجراءات يعني واضحة والمواطن يلتزم بها. إذا أخذنا إجراءات والمواطن ما التزمش بها نفس الشيء، هو حبسنا المدرسة بصح الناس راهم في الشارع، نفس الشيء نقولوا الناس ما تروحوش تصليوا، هل الناس راح يتبعونا؟ لازم نقنعوهم، لازم تكون فتوى، لازم يكون يعني كما نقول هناك شيء عجيب. توجد فتوى اليوم؟ أنا بالنسبة لي لو أنا يعني كنت أنا نهضر على نفسي، الأعراس كلها ما تكونش بالطريقة كما كانت من قبل، المآتم، الصلوات، التجمعات كلها أنا بالنسبة لي لازم نتجنبوها. هذا إذا حبينا فعلا مثلا في إيطاليا الخروج بدون مبرر يعرضك للسجن ل3 أشهر ويعرضك لغرامة مالية تبلغ 200 يورو. طبعا هل الآن على الجزائر أن تتخذ ليس بالإقناع بل بالقرار هذه القرارات؟ لا درك احنا الجزائريين، هل الجزائر لو نطبقوا عليهم هذا الشيء راح يلتزموا به؟ أنا مانيش ضد، ولكن هل فعلا، وهذه أنا نظن السلطات العمومية هي اللي تعرف مستوى الداء باش تقدر تأخذ هذه القرارات. كيف أحسن شيء هو لازم نقنعوا الناس.